الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأصحابه وعلى ذريته، نبينا وقدوتنا وحبيبنا وحبيب الله إلى يوم الدين. ما زلنا مع السيرة العطرة للمصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي كان له أثر كبير على هذا الحبشي، وقرر أن يذهب لملاقاة النبي لعله يجد عنده ما يشرح صدره وينير له الطريق حتى وصل إلى خيمته. من أنت؟ وماذا تريد يا رجل؟ أنا عبد حبشي لسيد من أهل خيبر، وأريد مقابلة النبي. أنت من أهل خيبر وتريد مقابلة النبي؟ نعم. كيف تأتي لمقابلة النبي وتسوق أمامك كل هذه الأغنام؟ إنها أمانة لصاحبها سيدي من خيبر. أغنام سيدك تحول بينك وبين رسول الله. سمع رسول الله كلامهم فخرج عليهم واستمع من الحبشي بكل ود ولين: أنت النبي؟ فرد عليه رسول الله بالإيجاب: وإلى ما تدعو؟ قال رسول الله: أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله. فماذا يكون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالله؟ قال الرسول الكريم: لك الجنة إن مت على ذلك، هي جزاؤك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. لكن يا نبي الله،
إن هذه الغنم عندي أمانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجها من معسكرنا واتركها بعيدا، وسيؤدي الله عنك الأمانة. ففعل الحبشي، وعادت الأغنام إلى صاحبها اليهودي، فعرف الرجل أن غلامه قد أسلم. وكان النبي الكريم قد أعطى الراية لعلي بن أبي طالب وأذن له بالقتال، فذهب معه الحبشي واستشهد في المعركة، وحمله المسلمون إلى معسكرهم. فقال النبي: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير، وقد كان الإسلام من نفسه حقا، وقد رأيت عند رأسه 2 من الحور العين. انظر، هناك من يتسلل من داخل القلعة، إنه يتجه إلينا، سأقوم بأسره. توقف يا رجل، من أنت؟ وماذا تريد؟ غزال يا سيدي، اسمي غزال، يهودي. هل جننت يا رجل؟ تخرج في جوف الليل متسللا وأنتم محاصرون؟ ماذا لو أصابك سهم من سهامنا فقتلك؟ ما يهمني هو أن تؤمن أولادي وأهلي. خذه إلى رسول الله ينظر في شأنه. هيا. السلام عليك يا رسول الله. يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقترب من رسول الله يا رجل. ينهاه رسول الله عن الوقوف بينه وبين اليهودي، ويأمره بأن يرفق به وأن يعامله معاملة حسنة. جئت إليك يا أبا القاسم معرضا نفسي للقتل، طامعا في كرمك وجودك. يهدئ رسول الله من روعه ويطلب منه الإفصاح عن طلبه. يا أبا القاسم، ليس لدي مطلب سوى أن تؤمني وأهلي. يقول له رسول الله: لك ما أردت. يا أبا القاسم، أنا أعلم أنك صادق أمين، ولك عندي أن أدلك على ما تستريح به وتخرج إلى أهل الحزن، فإن أهله قد هلكوا رعبا منك. يصغي له رسول الله: إنك لو أقمت شهرا تحاصرهم لم يبالوا، إن لهم تحت الأرض جداول من الماء يخرجون لها ليلا يشربون ثم يعودون إلى حصنهم. عشر يوما ولا بيع ولا شراء ولا زرع ولا حرث. يا قوم، لقد نفد الطعام والشراب، أغيثونا يا قوم، أغيثونا يا قوم، يا قوم. جهز محمد المجانيق، سوف يسحقنا سحقا. تحركوا يا قوم، ماذا أنتم فاعلون؟ الرأي أن نستسلم لمحمد ونحقن الدماء. نعم الرأي، نعم الرأي، أجل نعم الرأي. وافق رسول الله على حقن الدماء، وقبل وساطة ابن أبي الحقيق وهو يهودي منهم،
هكذا كان حال المسلمين وقتها، نصر وفخر وثقة بالله ورسوله تصل لعنان السماء. وليس أدل على ذلك من قصة علي بن أبي طالب في غزوة خيبر. ماذا تفعل يا علي؟ يخبره علي بأنه يجهز للرحيل إلى رسول الله ليناصره في غزوة خيبر. لكنك مريض يا ولدي، عينك بها رمت، قد رخص لك الله عدم الخروج. يقول إن كان هناك من يتأخر عن رسول الله فلن يكون علي. ثم ركب جواده وانطلق كالبرق إلى رسول الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه إلى بعض حصون خيبر، فقاتل ثم رجع وقد أصابه الجهد من شدة القتال. ثم بعث عمر رضي الله عنه فقاتل ورجع وقد أصابه الجهد من شدة القتال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ترى لمن سيعطي رسول الله الراية غدا؟ غدا سنعرف. لم أتمنى يوما الإمارة، لكني هذه المرة أتمنى أن تكون لي. لست وحدك يا أخي، فنحن جميعا نتمنى ذلك، ليس حبا في الإمارة وإنما حبا في الله ورسوله. غدا إن شاء الله سيعرف رجل منا أنه هو الذي أحبه الله ورسوله. ما من رجل في هذه الليلة إلا وتمنى أن يكون هو صاحب الراية. علي بن أبي طالب، يسأل رسول الله عن علي بن أبي طالب. رمضت عينه يا رسول الله. فسأله رسول الله: ما لك؟ فقال علي: رمضت يا رسول الله. فمسح بكفه على عين علي فطابت بإذن الله، وقال: خذ الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك. فأخذ الراية وخرج بها يهرول هرولة حتى ركز بها فوق ردم من الصخور تحت الحصن. يا رسول الله، هذا الأعرابي أعطيناه نصيبا قد قسمته له، فغضب وطلب مقابلتك. تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ما بك؟ ما الذي يغضبك؟ يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم فأموت فأدخل الجنة. قال رسول الله: إن تصدق الله يصدق. ثم نهضوا للقتال.
ردد النبي: هو هو؟ نعم يا رسول الله. قال رسول الله: لقد صدق الله فصدق. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا وأنا عليه شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعينينا. سرتك رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا.